طيب الله أبقاتكم بكل خير مشاهدينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء أسبوعي شبابي. في كل أسبوع نقترب من عدد من المتابعات والموضوعات، منها قصص ومنها أيضا بعض الأرقام والألقاب المتقدمة في مجالات عدة، صعيد محلي أو دولي، مشاركات، أعمال، مشاريع، مواهب، ابتكارات في مجالات رياضية، علمية، أدبية. وأيضا من خلال هذه المتابعة نحاول أن نبرز بعض الشخصيات والشباب الذين فعلا يستحقوا أن يكونوا ضيوف في هذا البرنامج. في حلقة اليوم سيكون لنا عدد من المتابعات، نبدأها بلقاء مع مصمم جرافيكي يحاول من خلال حسابه الخاص عبر الانستغرام توصيل بعض الرسائل التوعوية من خلال تصاميم إبداعية، وسيكون لنا حديث مع مبادرة السيب خضراء أطلقها عدد من الشباب لتزيين الأمكنة من خلال بعض الأنواع من الأشجار. وننتقل إلى موضوع آخر في مجال الفروسية والخير، سيكون لنا حديث مع فارسة حققت بعض المراكز المتقدمة في المهرجانات والمسابقات سباق القدرة والتحمل، وسنقترب أكثر من خلال مساهمتها ودورها في نشر هذه الثقافة وتربية الخيل. وفي ختام اللقاء سيكون لنا حديث مع مدرب بناء ولياقة وأنشأ صالة بعنوان إيفرست، هذه الصالة تصاحبها مطعم يقدم بعض الأكلات الصحية والمكملات، أيضا يحاول نشر ثقافة الاهتمام بالصحة من خلال هذا المطعم ومن خلال أيضا المدربين في هذه الصالة. هذه أبرز موضوعات حلقة اليوم إن شاء الله بعد هذا الفاصل أولى هذه المحطات، تفضلوا بالبقاء معنا. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا الأحبة في فقرة صناع المحتوى. في كل حلقة من حلقات الأسبوع نحاول أن نعرج ونقترب من عدد من الشباب المهتم بمنصات التواصل الاجتماعي أو المهتمين بالرقميات والتقنية وكيف يوظفوها بشكل واستغلوها بشكل أمثل وأفضل. من خلال وجود ضيفي في هذا اللقاء الفاضل عبد العزيز العبري، مصمم جرافيك برسائل هادفة، هذه الرسائل تناقش عدد من القضايا المحلية الاجتماعية المعاصرة بطريقة إبداعية. كيف من خلال وجود ضيفي راح نتعرف أكثر على تفاصيل هذه المبادرة وكيف يمكن أن يساهم التصميم الجرافيكي في عمل أيضا دور كبير في حل بعض القضايا. حياك الله عبد العزيز. حياك الله سيد. يا حي وسهلا فيك. منور. النور نور. متى بدأت البداية الحقيقية في مجال التصميم الجرافيكي؟ البداية كانت قبل تقريبا 7 سنوات من الحين، أول ما دخلت في الجامعة، وكان عن طريق الهاتف. كان أول هاتف ذكي بالنسبة لي اللي هو النوت 1، كان في قلم وكنت أحاول إني أرسم وأصمم نفس الشيء. هذه كانت البداية. نعم. واصلت هذا المجال. واصلت هذا المجال نعم. وكيف جاء تطوير هذه المهارات؟ تطوير المهارات أول شيء أول ما فتحت حساب الإنستغرام حسيت إنه الناس يتفاعلوا بشكل كبير مع التصاميم اللي أسويهن، الناس معجبة بهذا الشيء خصوصاً في ذيك الفترة، يعني كان قليل الناس يسويته ولحد الحين يعني. إنزين، فعاد منها بديت أحاول إني أرفع مستواي، اشتريت حاسب آلي وبعدها اشتريت كاميرا وعاد طور مستوى تصاعديا يعني. حلو. أغلب الضيوف في الحلقات السابقة عبد العزيز اللي جبناهم أن التصميم الجرافيكي يدخل في مجال تجاري بحت. نعم. من خلال منشورات أو من خلال تصاميم معينة بوسترات، لكن هذه المرة ذهبت إلى مكان آخر مختلف، حاولت أنك تكون قريب من المجتمع تناقش بعض القضايا، شاهدنا أيضا ليست قضايا محلية وإنما قضايا عالمية. نعم. طرحتها بأسلوب كوميدي فكاهي، الصورة كانت تعبر عن 1000 كلمة. نعم. حلو، يعني هذا انك انتقلت وابتعدت شويه عن جانب هو اصلا من البدايه ما كان جانب اقتصادي، ما فكرت الا مؤخرا يمكن قبل سنه ونصف اني استغل هذا الشيء تجاريا. عدا ذلك كان كل الهدف منه اني اوصل رساله للمجتمع بطريقه فنيه. وين الابداع هنا؟ الابداع في الايصال للمعلومه بطريقه. نعم. الابداع في الموضوع بحيث انك انت يعني لا هي صورة بحتة ولا هو تصميم بحت. نعم. يكون شيء في المنتصف، انك تتلاعب بالصورة، تدمج الصور مع بعضها البعض بحيث انك تطلع بفكرة. والشيء المميز كثير كان في اعمالي اني استخدم نفسي يعني. انا صور نفسي. هذا اللي لاحظت، اغلب صور. أيوه. كانت لك انت شخصيا، ما في اصلا تصاميم الا انا فيهن يعني، انا هذا كنت فيه استركت من البداية، اي عمل اكون انا فيه. كنت متخوف كيف تقبل الجمهور لمواضيعك؟ لا لا بالعكس،
كنت معي فضول اريد اشوف وش بيكون. اكثر بوست انتشر لك بصورة. اكثر بوست كان وفاه المرحوم السلطان قابوس الله يرحمه. طيب الله يرحمه. ونفس الشيء تولي حضره صاحب الجلاله هيثم. فكان البوست هذا اللي انتشر كثير، السلطان هيثم يسلم الراي، السلطان قابوس يسلم الراي للسلطان هيثم. جميل. وايضا تم استخدام الصوره في عدد من المؤسسات. نعم. الرسميه. وفعلا بالفعل استخدمت. قبل الهواء بقليل عرفت انها صوره لك ترجع لك. ما شاء الله ما كنت اتوقع. شفت حسابك وفعلا يعني. نعم. ما شاء الله حسيت انك قدمت شيء، وهذا الشيء بيظل ذكرى عالقة في أذهان الكل. بالفعل من كذا حتى أنا كنت نفس الشيء، يعني أسمح لمعظم الأشخاص أنهم يطبعوا الصورة، أنهم يعلقوا الصورة في أماكن المطار. تواصلوا معك؟ أيوة، شيء منهم يتواصل وشيء منهم ما يتواصل. المطار نفس الشيء تواصل معي وعطيتهم الصورة كذا بلا حقوق، قلت لهم حتى شيلوا الحساب. أنا أصلا صممتها من أول جديد عشان تتناسب السكرين الشاشات مع المطار، وعطيتهم إياها كذا. حلو. ناقشت قضايا كثير، منها قضايا الحيوان وغيرها من الأمور، ما فقط وقفت عند القضايا الإنسانية المجتمعية. هي ما كانت قضايا الحيوان. زين، يعني كانت نفس الشيء، عندي قصة قبل حصلت مع قط، فيعني قلت زين أسويها كتصميم. حلو. أيوة. كيف تفاعل الناس معك؟ التفاعل جدا ممتاز الحمد لله، يعني الناس معظمهم مؤيدين وإيجابيين في تعليقاتهم، ويحفزوا الفكرة ويشوفوا إنه هذا الشيء جديد، وأنا قاعد أقدم محتوى بأسلوب جديد في الوقت اللي معظم الناس اساليبهم تقديم المحتوى يعني طريقه تقليدية. بالضبط. نعم. وهذه فيها من الابداع، التصميم الابداعي. نعم. ومن خلال ايضا وجودك حبينا ان كيف تختار مواضيعك عبد العزيز. والله هو معظم المواضيع انا ما اجلس اركز على الترند، يعني. نعم. هذا الشيء اللي ابتعدت عنه فتره طويله من حياتي، ما اشوف الترند وامشي معه. لكن في بعض الاحيان القضايا عاد اللي هن جدا جدا ساخنه في المجتمع، احس اني اقدر اوصل فكره بطريقه باسلوبي، ذيك الحين عدت اسوي تصميم لهذا القضيه. مثل قضيه السلطان قابوس لما توفى الله يرحمه، يعني ما اسوي تصميم في ذاك الوقت. نفس الشيء قضيه كورونا. اما غالبا التصاميم تكون اشياء انسانيه، يعني شيء يخدم الفكر الانساني بشكل عام، كيف انت تطور من نفسك، كيف تقرا من نفسك، كيف التنميه البشريه دخلت فيها. التنميه البشريه. حلو. ممتاز. نعم. ممتاز. أكثر القضايا اللي ما زلت تحس أنها إلى الآن صدى موجود والناس تفاعلهم إلى هذه اللحظة، أهم القضايا؟ طبعاً قضية كورونا. إلى الآن أكثر من بوست لاحظنا وشغال ومستمر في هذا. أيوة. نعم، تواصلت معي نفس الشيء شركة بيا، حين أنا شغال في أعمال شركة بيا. نعم. زين، ولحد الحين يعني معظم الأعمال أصلاً، معظم القطاعات الحين الأعمال اللي يسووهن إلهن علاقة بطريقة ما، لأن الحين صارت قضية ما فقط. نعم. في عمان مهتمين فيها. صح. قضية عالمية جداً جداً مهمة، فالتركيز الإعلامي الحين عليها، وبالفعل المفروض أصلاً يكون كذا، المفروض أنه يكون كل أصلاً يتعاون عشان يصال هذا الفكر. حلو. هذه الصور في حسابك الشخصي الخاص، لكن كيف أنك أنت أيضاً تقوم بتسويق لحسابك وهذه اللوحات؟ اعتمدت على المنافذ من خلال أيضاً تفاعل المجتمع، من خلال في مسابقات معينة، كيف هنا اعتمادك على الترويج؟ اعتمادي على الترويج، أنا حتى في هذه النقطة، نقطة الترويج، يعني أنا أؤمن بفكرة أنه إذا وصلت بمستوى في الأعمال مالك مستوى خلاص ما ممكن أنه حد يتجاهله، الأعمال أديك أنزين، الأشخاص يعرفوك. فأنا ما أسوق لنفسي أبداً أصلاً، يعني ما أروح أماكن معينة وأقولهم نشروا عملي مثلاً، ولا أسير جهات تكتفي بحسابك معين. يعني؟ فقط تكتفي بالحساب؟ أكتفي بالحساب، لكن نفس الشيء يعني عندي تعاقدت مع مطاعم، تعاقدت كذا تصاميم أيوة خاصة. كم تستغرق لإنتاج المادة من أول لحظة تفكر في الموضوع إلى أن يتم إخراج العمل؟ والله هو يعني يختلف طبعاً من عمل لعمل، لكن من ناحية مثلاً إنه الفكرة، أطلع الفكرة أحياناً يستغرق 3 أيام 4 أيام، وأحياناً مباشرة خلال ساعات. إنزين، اما من ناحيه التصوير نفس الشيء، انا لما اروح اصور نفسي. نعم. فهذا شويه نوعا ما عائق، لكن انا متعود على اللي 8 سنين. معك فريق معين يشتغل؟ ما عندي فريق. من يصورك؟ اصور نفسي، يعني احط الكاميرا واحط واضبط الفوكس، بعدين احط فيها مؤقت واختفى اركض قدام الكاميرا واسوي وضعيه، فالعمليه شويه مجهده يعني، لكن خلاص تعودت عليها. بس اللي يصير اني انا افكر باكثر من عمل، يعني افكر مثلا 3 اعمال واسوي لهم جلسه تصوير واحده. نعم. صح انه ممكن يصفى منهن عمل واحد ولا عملين، لكن يعني ما كل مره ما افكر بعمل اصور اجمعهن واصور مره واحده، اسهل لي يعني انا بكثير. لكن طبعا في اعمال طارئه اضطر اني اصور في نفس اللحظه. ايوه. المراحل تقريبا كم تاخذ الفتره؟ أيوة. العمل. التصوير تقريبا يستغرق من ساعه الى ساعتين واحيانا اكثر. نعم. زين،
أما التصميم نفس التصميم حسب صعوبة التصميم. دمج الصور هنا أيوة حسب صعوبة التصميم، يعني التصميم الأخير مع الكورونا مع أنه انتشر كثير لكن حقيقة الأمر اللي استغرق عليه ساعتين ونص. حلو. بينما تصميم السلطان قابوسيان تقريبا يوم ونص. كيف عبد العزيز تقيس الأثر والرسائل اللي تحب أنك توصلها من خلال وجود الصور؟ أثر وش يعني؟ المجتمع، كيف تقيس الأثر؟ هل فعلا أنها مؤثرة أشعار اللي تقدمه؟ هل مجدي؟ أيوة أقدر أقول أنه مجدي بسبب ما فقط اللي هن تعليقات الناس اللي في الكومنت يعني تحت هناك في التعليق، في أشخاص يتواصلوا معي في الخاص ويقولوا لي عبد العزيز تغيرت فينا كثير عبد العزيز، وهذا هو الشيء اللي أريد أوصل له. في أشخاص معينين بالفعل يعني وتركت لهم أثر. أيوة تركت لهم أثر حقيقي، يعني بحيث أنهم غيرهم، غير مبادئ فيهم، غير شيء في حياتهم، يعني في الطريقة اللي يشوفوا فيها العالم، يفكروا فيها بنفسهم، يفكروا فيها بمستقبلهم، وهذا الشيء اللي أريد أوصله. حلو. لو كم شخص يتأثر تأثير حقيقي أفضل من اللي إنه مجموعة أشخاص فقط يسووا إعجابات، ولكن مع إنه هذا الشيء زين يعني. أنت عبد العزيز خذيناك كنموذج للشباب اللي نفتخر فيهم في منصات التواصل الاجتماعي، وكيف فعلا خلقت قاعدة من الجمهور وقدمت في رسائل توعوية فيها أيضا من القضايا اللي قريبة تمسني أنا وغيري من الشباب. إيش مشروعك القادم قريب من هذا المجال أيضا؟ في بالك خطة معينة تستمر فيها؟ أيوة نعم، أنا الهدف مالي إني أسوي واحد من أفضل شركات التصميم في العالم. ما شاء الله. أيوة زين، والحين بادين فيها يعني. حبيت الثقة فيك. أيوة بإذن الله تعالى، ليش لا يعني؟ الإبداعات والمهارة اللي موجودة في عمان، نعم، مهارات عالمية خصوصا في الجانب الفني. أنا أعطيك من الآخر، أعمال قوية جدا طلع في عمان في جانب التصوير، جانب في جانب التصميم زين، لكن ما في طموحات عالمية. هذا اللي لاحظته، ما في طموح عالمي حقيقي حسيته في الشباب، في بالهم قدوة يعني زين، بالهم شخص أنه بالفعل يكون عنده هذا التوجه. أنا بديت أسست براند كاسمها أكتوبوس زين، نعم، لكن الحين أنا في صدد إني أدمجها مع مجموعة شركات ثانية، نعم، بحيث إنه يكون خلاص شيء طاقم عمل ويكون شيء مقر، والحين قاسي في البروسس حتى نغير الهوية وكل شيء. جميل. في سؤال مختصر وإجابة أيضا مختصرة عبد العزيز. نعم. من خلال وجودك في منصة التواصل 11,000 الآن عدد المتابعين، يفترض إنه أكثر من كذا، إيش اللي لاحظت اليوم اهتمام المجتمع؟ هل بيهتموا كثير بالمسابقات وهذه النوعية؟ ما حاولت تشتغل على هذا الجانب شوي ترفع أيضا المسابقات؟ نعم، المسابقات جربتها مره واحده ومنها قلت ما اسوي. حلو. ايوه، لان المسابقه ايش تسوي؟ تجيب لك متابعين صحيح، لكن المتابعين ما يكونوا مهتمين بحسابك، يكونوا مهتمين ولا ايش اللي راح تقدم الجوائز، هي اهمهم الجوائز. أيوة اهمهم هذيك الجائزه، ويجوك حتى الانستغرام اصلا لاحظ ذا الشيء. نعم. الانستغرام الخوارزميات ماله الحين تلاحظ انه في متابعين ما يتفاعلوا معك، وبالتالي حتى الحساب انا اتصور انه زاد المتابعين تقريبا 1500 بسبب مسابقه، لكن التفاعل اشوفه في ستوري كان نعم. يوصل 2700 رد، 1200 1500 من بعد ذيك المسابقه، يعني ما تهم كثير عدد المتابعات. أيوة. في الستوري احيانا يمكن في القصة سلبيا. الله يوفقك عبد العزيز، يعطيك العافيه، من نجاح الى اخر، من حسن الى احسن. بارك الله فيك، يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. عبد العزيز العبري مصمم جرافيك وايضا صاحب بعض الرسائل بتصميم ابداعي تناقش بعض القضايا في التنمية الاجتماعية أو في التنمية البشرية، وبعض الرسائل أيضا اللي تخص المجتمع في هذه المحطة وفي هذه الوقفة في فقرة صناع المحتوى. بعد إن شاء الله هذا الفاصل لنا لقاء آخر، تفضلوا بالبقاء معنا. ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الأحبة، ونرحب في هذه اللحظة بكل من انضم معنا لمتابعة شبابنا ونعم في هذه المحطة. نقترب أكثر من مبادرة سيب خضراء، هذه المبادرة أطرقها شباب من ولاية سيب بهدف تزيين الأمكنة بالأشجار. حول هذه المبادرة وهذا الموضوع ينضم معي في هذا اللقاء الفاضل ماجد الجابري. حياك الله ماجد. حياك الله سالم. يا حي وسهلا فيك. يا حياك الكريم. نتحدث في البداية من هم المنظمين والمشرفين على هذه المبادرة؟ مبادرة سيب خضراء منظمينها هم أبناء ولاية سيب، من ضمنهم يعني سعادة هلال الصارمي، نعم، عضو مجلس الشورى، أعضاء مجلس البلدي يحيى العامري وسالم الفوري.
وفي يعني الكثير منهم من أبناء ولاية سيب. حلو ما شاء الله، تقريبا عدد الأفراد كبير من الشباب ومن عدد الأفراد من المنظمين والمشاركين أعداد كبيرة كانت في سيب خضراء واحد وفي سيب خضراء اثنين، كان المتطوعين أعداد كبيرة الحمد لله. كم عمر المبادرة إلى هذه اللحظة تقريبا؟ الحين صار لها فترة؟ لا ما صار لها فترة، هي بدت في أواخر 2019 نعم، وتكررت مرة ثانية في 2020 مرتين تقريبا صارت في ولاية الخوض. نعم حلو. الهدف من خلال هذه المبادرة نوضح بشكل من التفصيل، وأيضا الأهداف الأخرى. الهدف هو تجميلي ويمس يعني المجتمع من نواحي عديدة. هو أول تشجيع نعم للمجتمع للزراعة، تشجيع للمبادرات البيئية، نعم. دعوة يعني جمالية يعني على الـ على الـ على المواقع اللي تم تشجيرها مثل سور آل حديد، وادي الخوض، والخوض السادسة. فيعني هو يظهر المنطقة بجمالياتها، وإحنا يعني كبلد نحتاج إلى مثل هذه المبادرات. صحيح. والخير والبركة فيكم الشباب ما شاء الله عليكم. إيش نوعية الأشجار هذه اللي تم زرعها، وأيضا المراحل المبادرة كانت كيف؟ هو المراحل بدت تنظيمية من قبل لا يتم تنفيذ العمل. نعم. يعني العمل قبل العمل يمكن بثلاثة أسابيع، في اجتماعات، في تنسيق بين الأعضاء، المنظمين، وكل حاجة، وحتى في جهات حكومية كانت مشاركة في المبادرات هذه، زودت الحملة بالأشجار ما شاء الله، وفي بعض الجهات أيضا وفرت عمال، والكثير من التطوعين، وفي فرق تطوعية، جمعيات، وهذا كثير شارك في المبادرة. يعني حتى المدارس كان لها دور مشاركات يعني في هذا. وأنواع الأشجار؟ أنواع الأشجار كانت تختلف، في سور آل حديد كانت أشجار ظل حسب المراحل، كان في أيوة كل مرحلة أيوة نوعية معينة، هو على حسب المكان. يعني الأشجار البرية صعب زراعتها بين أمام البيوت، نعم، فتحتاج إلى يعني أشجار أخرى اللي هي أشجار فاكهة أو إنه أشجار ظل، تكون جمالياتها أجمل مع المنازل. صحيح. وهذا في المبادرة الأولى سيب خضراء واحد كانت يعني مشكلة إيجاد مشكلة لحل الماء. يعني عارفين إنه منطقتنا من مناطق يعني موارد المياه فيها نادرة. صحيح. يعني فكانت أمام المنازل على أساس إنه لضمان استمرار نمو هذه الأشجار وأصحاب البيوت هذه يعتنوا فيها. جميل. وتعطي نتيجة بعد فترة من الزمن. المرحلة الثانية كانت في وادي الخوض، أشجار برية. نعم. هي زام، أشجار السدر، وأخرى بعد. كانت على ضفاف الوادي بعيد عن مجرى الوادي يعني وقت نزول الأمطار، فكانت المواقع أصلا حتى تحدد يعني قبل كل مبادرة في تنسيق المواقع وكل حاجة. حلو. كيف دائما الخطة ترسم أو البرنامج اللي يوضع للمبادرة؟ الآن أنتم في الدورة رقم كم والنسخة رقم كم من المبادرة؟ الحين هم الأولى والثانية والثالثة، الثالثة كانت في الخوض السادسة. نعم. الرابعة يمكن بعد إن شاء الله أزمة كورونا نتمنى يعني اللهم امين عسى ان شاء الله تزيل هذا الغمامة وترجع الامور طبيعية باذن الله. هم يكون في تنسيق قبل كل مبادرة، في تنسيق مع جميع الاطراف اللي تكون بتشارك مثل الجمعيات او المنظمين، مهندسين زراعة وكذا. وهذا من يزودكم بالبذور الاشجار هذه؟ البذور حسب الجهات، في من وزارة الزراعة لكم تواصل مع المؤسسات. أيوة. الحكومية. أيوة. خاصة. وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مزارع السلطانية، وفي بعد جمعية الصدر العمانية، هي جمعية قيد التأسيس. نعم. كان لهم دور كبير في التزويد، وأيضا مشت المربعات الخضراء. نعم. كان له دور كبير جدا في دعم المبادرة في كل مراحلها، وهو الداعم الأساسي يعني لهذه المبادرة. إيش الآن الخطوة القادمة بعد الآن ما انتهيتم من المرحلة الثالثة ورقم ثلاثة المبادرة؟ يعني هو الفكرة إنه مثل هذه المبادرات تتوسع، نحن نتمنى أنها ما تكون محصورة في ولاية سيب. فعلا هذا اللي نتمناها، تكون في كل مكان في عمان. عسى إن شاء الله فيكم خير. ونتمنى يعني أنا سمعت إنه في كذا فرق
بدد في مبادرات تشجير أعتقد في بوشر. حلو. ونتمنى بأمانة يعني كرسالة للمجتمع إنه الاهتمام بالبيئة هو اهتمام بالحياة. الأشجار هي. وأنت تضيف هذه الحياة. وإحنا يعني نساهم بشكل ما في 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 جماليات هذه الحياة وفي عطاء هذه الشجرة. والإنسان العماني مرتبط ببيئته منذ الأزل، يعني هو مش حاجة جديدة عليه. ماجد، إيش اللي محتاجينه للمرحلة القادمة بحيث أنكم يستمر عطائكم هذا؟ نحتاج إلى متطوعين، نحتاج إلى ناس تعطي أفكار لمناطق معينة إنه تحتاج إلى تشجير، دعم دائم. يزودوكم بالشتلات هذه؟ أيوة، يزودونا بالشتلات هذه. وفي جهات الحمد لله ما مقصرين، يعني أول ما نتواصل معهم. والدعم الحمد لله موجود؟ موجودين الحمد لله. حلو حلو. كيف تحصلوا على عدد كبير وأكبر من المتطوعين؟ كيف أيضا آلية التسجيل معكم المشاركة؟ التطوع هو عن طريق ممكن أنا أقول تقريبا أنه برنامج التواصل الاجتماعي تويتر له دور كبير في نشر مثل هذه الدعوات. طبعا ينزلوا هم إعلان قبل بفترة، نعم، ويحطوا أرقام تواصل اللي يحب يتطوع وكذا، وهذا يكون عن طريق التسجيل عادي، يعني ما في استمارة معينة أو حاجة. فينضموا الشباب يعني حد بعد مع التوقيت وكل حاجة، وهذا ينضموا. ما قد على صعيدك أو الصعيد الشخصي، وأنت ما شاء الله عندك أسرة وعندك أيضا عمل آخر وارتباطك بمشاغل الحياة اليومية، إلا أنك أنت خصصت جزء كبير من حياتك ووقتك لهذا العمل التطوعي. أهمية هذا العمل اليوم، وأيضا كيف يمكن أن ينمي من شخصيتك ومهاراتك؟ هو العمل التطوعي يعني عمل يخليك قريب من كل شيء، يحسسك بالمسؤولية، يعطيك يعني مردود أو إحساس أنك أنت تبذل لوطنك مهما كان عمل التطوع، يعني سواء كان تشجير أو نشر وعي، رسالة مهم أنها تكون رسالة عامة. خدمة المجتمع هي بحد ذاتها رسالة سامية تطوعية مهما كانت، مردودها النفسي كبير جدا. والعمل اللي تقوم فيه يعني مثلا التشجير هو حاجة يعني مش مفيدة للمجتمع فقط، هي مفيدة للبيئة كذلك، للبيئة وللعين، يعني شيء مفيد انك أيوة تشوف شيء اخضر والوان واشجار. اكيد حلو. اكيد ولها دور كبير يعني في 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 قضايا على محيط أخرى. اسرتك ماجد، وعلى ايضا زياراتكم الميدانية لبعض المدارس المؤسسات التعليمية، كيف ايضا تحاولوا غرس هذا المفهوم في النشأ في الطلاب في الشباب؟ هو في المبادرات، جميع المبادرات كان في مشاركة من طلاب المدارس، كان في مشاركة من فرق كشفية، وفي كان بعض المتطوعين مع أبنائهم يعني الصغار. اللي يميز المبادرات هذه أنه دائما المشاركين فيها المنظمين على دراية بموضوع الزراعة، مهندسين أو يعني مرتبطين بالتشغيل. نعم. فمع الزراعة هو مش مجرد زراعة، لا، هو في وقت في نفس الوقت يعني زراعة ورسالة وتعليم للنشأ. جميل. كيف 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 تتم هذه الزراعة، ويعني قبل المبادرات تكون في محاضرات حتى لبعض الفئات مثلا الأخوات، وهذا في محاضرات لهن يعني كيفية الزراعة، المواد المستخدمة، كيفية العناية بهذه الأشجار وكل حاجة. حلو. هي حلو. يعني مبادرة متكاملة من جميع الأطراف. في أكيد يعني هناك بعض الخطوات اللي تجتمع فيها للاتفاق على بعض المواقع أنكم تزودوها بأشجار معينة. هذه الاجتماعات بشكل دوري تكون أو شهري؟ وكيف لقاءاتكم كأعضاء أو مسؤولين في هو تكون المبادرة بشكل أسبوعي تقريبا على مراحل. يتم التنسيق. نعم. يتم تحديد المناطق. طبعا الاجتماعات هذه تكون مع سعادة هلال صان عضو مجلس الشورى، هو يكون مستضيف هذه الاجتماعات كونه هو يعني المنظم. نوجه له تحية. أيوة. من قائم بهذه ما مقصر هو بأمانة. ف يعني التنظيم يبدأ من هنا، يعني يطرحوا الفكرة لكم زيارة مثلا مع مكتب الوالي أو شيء بالولاية. أيوة أيوة، بالتنسيق مع جميع الجهات. هو حلو، ما يتم هذا العمل إلا بالتنسيق مع جميع الجهات. حلو. يعني هل مثلا في تستقبلوا مثلا آراء بعض الناس من خلال أيوة وجودهم
من أبناء الولاية بالنفس. بالضبط حول هذا. بالضبط هم قبل لا يبدوا أصلاً يحددوا موقع الشجرة هذه وين راح تكون. يعني حتى في المبادرة الأولى كانت يعني مش تحديد موقعها، تحديد نوعها بعد. حلو. يعني إحنا عطينا خيار لأصحاب المنازل إنه يختار إيش الأشجار اللي يريدها، وكذا كانت يعني منسقة بشكل جميل جدا. حلو. في سؤال أخير هو إجابة مختصرة، أهم الفعاليات اللي شاركتوا فيها لنشر أيضا حول دور هذه المبادرة وأهميتها وأهدافها. هو أنا مثل ما خبرتك النشر كان هذه المبادرة كان تقريبا أكثر حاجة في برامج التواصل الاجتماعي. ركزوا أكثر حاجة على برنامج تويتر، كونوا يعني منصة لها كبيرة ولها عدد كبير من الجمهور. يعني من ضمن الردود حتى كان على المشاركات أنه في دعوات من مناطق أخرى أنه يتم التشجير في منطقتهم، أو أنه يتم التنسيق معهم للتشجير في هذه المنطقة، ونحن نتمنى أنه يكون هذا في منطقتنا وكذا. فالناس عندهم قابلية لموضوع التشجير. في كلمة تحب توجهها مثلا اللي يتابعوك من أبناء الولاية أو خارج الولاية ينضموا معكم يساهموا يساعدوكم، ولا أيضا مهتم بهذا الجانب ربما؟ هم أبناء ولاية السيب بأمانة الحمد لله من المبادرة الأولى إلى الثالثة ما مقصرين، موجودين في الخط الأول، وأبناء كل منطقة اللي شاركنا فيها كانوا من المشاركين الأساسيين في هذه المبادرة. كرسالة للمجتمع، نحن نتمنى أنه مبادرة التشجير هذه تعم جميع مناطق عمان، ونتمنى أنه يكون في طرح أفكار لحلول مثلا المناطق اللي تكون جافة، أو أنه مناطق الأودية تستغل لزراعة الأشجار البرية وتكوين يعني بيئة أجمل مما هي يعني. أكيد. شكرا لك، يعطيك العافية، الله يوفقكم يا رب العالمين في ميزان حسناتكم. يعطيكم العافية وتحية لزملائك أيضا في هذا العمل. بارك الله فيكم. إذن مشاهدينا الأحبة، ماجد القابري من مبادرة سيب خضراء بهدف تزيين الأمكنة في ولاية سيب، وأيضا اختار بعض الأنواع المعينة من الأشجار في هذه المبادرة وهذا الموضوع. أيضا هناك موضوع آخر في شبابنا والنعم، لكن بعد هذا الفاصل لا تروح بعيد. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الأحبة في فقرة إنجازات. في كل حلقة من حلقات شبابنا والنعم نحاول أن نختار بعض المواضيع لشباب حصلوا على أرقام متقدمة، ألقاب، جوائز في مجالات علمية، في مجالات رياضية، أدبية، فكرية، أي مجال كان سيكون حاضر في هذه الفقرة. بالتحديد ضيفتنا اهتمت بمجال الفروسية منذ أن كان عمرها 10 سنوات من خلال مشاركات في المهرجانات السلطانية وفي سباقات القدرة والتحمل، وأيضا هي مربية ومدربة للخيل وكذلك فارسة، وحققت بعض الألقاب والأرقام المتقدمة في مهرجانات أو في مسابقات خليجية ومحلية. ورحب بضيفتي الفارسة زمزم الحسنية. حياك الله زمزم. الله يحييك. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. الله يسلمك. هذا ثاني لقاء لك مثل ما عرفت، سبق وكان لك لقاء في القناة الرياضية. أيوة بالفعل. حلو. إحنا من خلال أيضا تفاعلنا وتواصلنا مع متابعينك، هم أيضا كانوا قريبين ورشحوا اسمك أنك تكوني معنا من خلال أيضا مشاركاتك والأرقام اللي حصلت عليها واهتمامك بالفروسية والخيل ومجال التدريب. 10 سنوات في عمر مبكر، كيف جاء اهتمامك بهذا الجانب؟ هي بديت كهواية خيل، وطبعاً هي هواية الوالدة وورثناها إحنا 3 خوات. ما شاء الله. عندي أختين فارسات كذلك، بس ما أشوف مجال القدرة، بس أنا حبيت مجال القدرة أن أتبع فيه وأجرب كذا تجربة. سبحان الله جربتها واعتمدتها، خلاص اعتمدتها وبدأت أني أشارك، بدأت الناس تطلبني، ركبت في الخارج دول الخليج، البحرين مع الشيخ ناصر في الإسطبل الملكي، في دولة الإمارات مع الشيخ حمدان بن راشد، وباقي طبعاً إسطبلات خاصة في الكويت وقطر. حلو. في كان معكم مزرعة معينة، حظيرة معينة فيها تربوا الخيول، وكان اهتمام هنا قريب منكم؟ هي طبعاً أكيد في عندنا كذا إسطبل نربي فيه خيل، ندرب
وفي النخي والملك يعني. حلو، انت أيوة. ايضا مالكه؟ ايوه طبعا. ومدربه ومربيه للخيل؟ طبعا اكيد. حلو، كيف علاقتك بالخيل؟ مثل الطفل، سبحان الله، الخيل مثل الطفل يتعلم، مو تكون شديد وياه، لا تكون مرتخي وياه، مو مرتخي مرتخي ولا يعني في الوسط. فالخيل سبحان الله مثل الطفل يتعلم يعني. تشتاقي للخيل؟ وايد. وتتمرني بشكل يومي ودوري؟ ايه طبعا، بس كنت اول حتى في الصيف كنت اتمرن، بس في الحر الشديد لا، بس صار عندي مشكله الوزن، وزني يكون داون على طول من كثرة الرياضة. كنت مستمرة، بس حاليا تقريبا هالسنة قللت من التمرين اليومي بخصوص أني أزيد وزني، لأنه صار خلاص يعني عديت السن الجونيور، فخلاص يعني عموم فمن 21 فوق. وكالعادة يفترض أنه كم يكون وزنك؟ ما بين المطلوب، المطلوب 50. 50؟ أيوه. وتخافي أنك يزيد أحيانا هذا الوزن؟ لا والله أتمنى أني أزيد وزني. لكن بالنسبة إلى الفارسة يكون عندها قلق وهاجس بخصوص وزنها يزيد؟ وايد وايد صراحة، كنت في فترة أعاني لدرجة أن أريد أزيد وزني مش قادرة، يعني بسني أنا بطولي فيكون لازم وزني أكبر، ولمجال الخيل اللي أنا فيه لازم خلاص السن اللي أنا وصلت فيه لازم أن أنا أكون يعني وزني يكون أكثر من الحين. الحين وزني أنا وزن جونيور. لكن سنك وعمرك في مسابقات مراحل لفئة الشباب؟ إيه لا خلاص عديت فئة الشباب، يعني فئة الشباب والناشئين اللي هو الجونيور الصغار. نعم. من سن 14 لل 21 سنة، من تعدي 21 سنة خلاص مع العموم يعني. أها. أيوة مع السن الكبير. وتمارين يومية مثلا إلى جانب تمارين الخيل، هل أنت عندك صالة مثلا معينات تحاولي ترفعي من لياقتك وقدرة التحمل عندك؟ أكيد بالفعل، يعني أحاول أني أطور من نفسي أكثر، أحاول أن أزيد لياقتي أكثر، يعني أتعلم أشياء تزيد من خبراتي أكثر. حلو، خلينا نرجع على سالفة وقصتك مع المشاركات في المهرجانات السلطانية، في مسابقات القدرة والتحمل الخليجية وغيرها. شاركت صراحة، ما شاركت مع الخيالة السلطانية بالنفس. نعم. يعني بس شاركت كمهرجانات. مهرجانات؟ ايوه في الخيالة السلطانية. بعدها بدت اول بداية رحت قطر، طلبتني قطر فرحت توكلت، حققت اول مركز لي، المركز الخامس ما شاء الله. بعدها طلبني الشيخ حمدان بن راشد، الحمد لله اجى نصيبي هناك وتعينت هناك. كذلك طلبني الشيخ ناصر في البحرين، وبعدها الكويت، وبعدها وأنا ماشية. وشاركت لي مشاركة في بريطانيا. نعم. في قرية أوستنبارك حققت المركز الرابع فيه، وكذلك من خيول الشيخ حمدان الله يطول بعمره. ما شاء الله عليك، زمزم انتقالك في أكثر من مكان، وهذا أكيد علمك أشياء كثير في حياتك. بالفعل أكيد. إيش اللي تعلمتي خلال وجودك؟ تعلمت يعني مثلا أنت كل ما تركب ريس تتعلم، يعني مثلا تشوف فارس حبيت منه لقطة وهي لقطة تنفع الخيل تنفعني فأخذها، أي حد ينتقدني يا زمزم كذا في ركوبش غلط أتعلم. فصرت كذا يعني كل ما أركب سباق صرت أتعلم وأتعلم أكثر وأكثر، يعني مش وقفت من خبرتي، لا أحاولني أزيد من خبرتي أكثر. حلو، خلينا نفهم أكثر قوانين اللعبة هذه وهذه الرياضة في مسألة سباقات القدرة وسباقات التحمل، والفرق بينهم أيضا هذه النوعية من السباقات. أيوة بالفعل، سباق القدرة مثل سباق المسافات. نعم. سباق المية كيلو، المية وعشرين كيلو، مية وستين كيلو، 240 كيلو. ما شاء الله. لمدة 3 أيام طبعا. فكرة هذا المجال يعني أنت تدخل خيل أو أنت مشارك، فيكون لك مجال مثلاً 3 لوبات يكون أو 4 لوبات، في كل لوب يطلع الخيل في التراك، يخلص اللوب يرجع يكون له فحص طبي. نعم. للضلع وللقلب طبعاً وللمتابوليك وكذا يعني أشياء. بعدها تخلص عندك فترة معينة استراحة، استراحة للخيل وللفارس. نعم. بعدها لك وقت معين من وقت دخولك لوقت الخروج طبعا. وقت خروجك خلاص تسد الحصان وتطلع تنطلق، والمراكز على حسب على حسب خبرة الفارس. مثلا انا طلعت 12 مركزي. نعم. في مره انا طلعت مركزي 12 يتسابع،
كيف طلعت من القرية، حاولت أني أعدي خيل أكثر، زدت شوي من سرعة الحصان. نعم. التكتيك يعني كما تقول تكتيك المدرب مع الفارس اندمج يعني. الحمد لله وصلت المركز السابع، عديت كم خيل. في الفحص تقدر أن بعد تعدي كم خيل على حسب حصانك، حصانك تبرد ونزل قلبه تقدر تدخل. نعم. تدخل أنت تعدي مركز، إذا كنت أنت داخل خامس عديت اثنين يكون ترتيبك ثالث. احنا كان عندنا شغف بالخيل بس سبحان الله ما كان لنا نصيب ان نكون عسى الله يوفقك. الله يوفقك يا رب. امين. ايش شعورك قبل انطلاق المسابقه؟ ايش اللي تفكري فيه؟ كيف يبدا يومك اذا عندك سباق؟ طبعا بحفوز، توتر بسيط. كاول بدايه كنت اتوتر وايد. وايد وايد كنت اتوتر. كنت حريص انك تنامي بدري ذاك اليوم؟ لا والله، يمكن قبل الريس بساعتين تقريبا. تمتنعين عن الاكل مثلا قبل بساعات؟ لا، حتى في وقت الريس عادي مش مشكلة أكل. وبال يعني لما أنت تأكل في الريس يزيد من طاقة الفارس. حلو، خلينا نفهم أكثر. زمزم في المسابقات هذه، المراكز اللي تصير يعني تحدث مع المتسابقين، تعتمد على نوعية الخيل، تعتمد على فكر وخبرة الفارس إنه كيف يقود الخيل، على أي ناحية أيضا المعادلة هنا ما بين الفارس وما بين الخيل؟ شوف، هو يعتمد على الاثنين، بس أكثر شيء يعتمد على الخيل. يعني الخيل أنت أوكي، أنت تحافظ عليه، تحاول أن تهدي عشان القلب، تحاول أن تحافظ على الليم إذا يعني علشان الحصان مش ليم، مثلا لا سمح الله حصة تأثر بها أو حاجة، فلازم الفارس أن يلاحظ على هذه الأشياء، يلاحظ يعني بمعنى الكلمة، يلاحظ على ضلع الخيل، على قلب الخيل. مثلا أنا قريب خلاص، صرت قريب بالقرية. نعم. يمكن عندي كيلو، أحافظ على قلب حصاني، أهدي الحصان، أبرد، أبرد نفس الشيء على الأكتاف علشان يوصل تحت في الأوتار، يكون الحصان مش مو ليم يعني. فيعتمد أنا أحس على الحصان أكثر، لأن لو كنت جايب فارس مش عنده خبرة. نعم. من يأخذ الحصان؟ فهمت علي؟ بس إن أنت عندك خبرة، خبرة كافية، بس الحصان مش مساعدك. يلا عقبال إن شاء الله بعد هذه الحلقة نفهم أكثر ونشارك. إن شاء الله يا رب. حلو. زمزم، أصبحتي مدربة طبعا للخيل، أو مدربة لأي فئة عمرية بالتحديد؟ لكل الأعمار تقريبا. للترويض ما وصلت صراحة. حلو. في أشخاص يعني يكلموني عشان أروض خيلهم، خيل صغيرة، بس أنا رفضت. مش من ناحية حاجة، بس يعني معتمد على تدريب القدرة، تدريب القدرة شوي صعب من ناحية، وعندنا أرد أن إحنا عندنا مدرب خاص في الإسطبل يعني، بس كفرسان إحنا. نعم. كملاك لازم نشوف الخيل شو اللي يحتاج. أنا كوني كمالكة وفارسة ومدربة، يعني أنا أركب حصاني مثلا ونفس نفس الوقت أكلم المدرب، الحصان يحتاج كذا كذا، المدرب هو نفس الحالة يعني يزيد في التكتيكات في الريس وكذا. حلو. من خلال وجودك زمزم، كلمة أخيرة أحب أنك توجهها للشباب والشابات أخواتنا المهتمين بأي مهارة أي رياضة. الدنيا ما كانت وردية بالنسبة لك أو خضراء كل شيء، أنت بدأتي خطوة خطوة وكان اهتمامك هو وضعك واجتهادك وصبرك وضعك في المكان اللي أنت حابة توصلي له. كلمة توجهها للشباب أو أيضا حتى يعني الشباب المهتمين بهذا المجال الفروسية. أول شيء أنا عندي نقطة بخصوص الدعم، نحن عندنا دعم في القدرة داون صراحة، فأتمنى أن من الجهات المختصة أو من الديوان أو من حد كذا يعني المعنين. أيوة، يعتمد هذه الرياضة ويدعمنا فيها. ثانيا أتمنى أن كل من عنده هواية أو عنده رياضة يستمر فيها ولا يتركها لا على كلام ولا على صعوبات ولا على حاجة، لأن أردي في كل مجال أنت تخطو فيه في صعوبات. صح. أنت بنفسك تقدر أنك تعديها. بالضبط، وهذا اللي أريد أوصله. والله يعني لأنه في أغلبهم أنا ما في دعم، بس أنت أكيد ما كان في دعم مباشر. بالفعل. أنت اعتمدتي وأنت بحثتي وأنت وصلتي إلى المكان. هو حظ في نفس الوقت وهو اجتهاد. يعطيك العافية. الله يسلمك، موفقة للخير إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية. أحسنتي، من نجاح الآخر. إذن كانت معي زمزم الحسيني، مدربة وفارسة ومالكة خيل، وحديثنا حول هذه القصة وعلاقتها بالخيل والفروسية، كيف بدأت
وأين أصبحت اليوم وأهم الإنجازات اللي حققتها في كل حلقة من حلقات شبابنا ونعم. نحاول أن نستعرض بعض القصص اللي فعلا تكون ملهمة ومحفزة لشباب عمان. بعد هذا الفاصل إن شاء الله هناك حديث آخر، ابقوا معنا. ورجعنا لكم جديد، حياكم الله في هذا اللقاء وفي فقرة أكيد نقدر. كيف بدأوا الشباب في مشاريع معينة؟ هذه المرة اخترنا لكم صالة رياضية. فكر صاحب هذه الصالة بإنشاء هذه الصالة بهدف التركيز على حمية معينة دون حرمان والابتعاد عن المكملات أو المنشطات، وأيضا تقدم هذه الصالة الخدمة الأولى من نوعها في توفير مكان أو مطعم خاص بالمكملات الغذائية والوجبات الصحية وقسم لتمارين وبناء الأجسام واللياقة. حول هذه الصالة وهذا المطعم ينضم معي في هذا اللقاء الفاضل عمار بن سالم الحوسني، مدرب لياقة بدنية وبناء أجسام. حياك الله. أهلا وسهلا فيك أستاذي، نشرف اليوم نكون معاكم وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة منا. الشرف لنا. مطعم وصالة باسم بعنوان إيفرست. إيفرست. ليش اخترت هذا الاسم بالتحديد؟ هو في البداية حاب أقول الحمد لله رب العالمين الذي دائما يجعل النجاح بعد الله يعتمد على المجهود الشخص نفسه ثم رضا الوالدين. صالة إيفرست جاءت بهذا المسمى لأنه كل إنسان يعني يطمح للوصول لأعلى قمة، فنحن شعارنا مع أن نصل إلى القمة. القمة اللي نحن نقصدها مش هي الارتفاع فقط، في طريق الطموح إلى الوصول إلى الأفضل إن شاء الله. جميل. ما شاء الله أنت أيضا مهتم ببناء الأجسام واللياقة ومهتم بجانب الأكلات والتغذية الصحية، وحاولت توصل أيضا رسالة أن نبتعد عن المنشطات وهذا الجانب اللي فعلا قد يؤذينا في المستقبل، وركزت من خلال وجود مطعمك. كيف فكرت أنك تدخل هذه الفكرة الأولى من نوعها على مستوى السلطنة؟ والله في البداية كانت الفكرة في عام 2015. نعم. كانت الفكرة جديدة، الصالات الرياضية قد تكون منتشرة فعلا، فحبيت أن أضيف فكرة جديدة تميزني في السوق عن باقي الصالات الرياضية. أول ما بدأت بفكرة أنه كان مقهى صغير جدا داخل الصالة رياضية وافتتحته في 1/3/2016. كانت الفكرة تعتبر جديدة يعني كليا، البعض تقبلها والبعض ما تقبل، كان يتساءل كيف بيكون مطعم داخل الصالة أو مقهى، ومن راح تجيب أي شركة، هل الشركة الفلانية أو، فكان الجواب يعني باختصار أنه ما راح أجيب أي شركة، راح أبتدي فيه بنفسي. وكانت البداية فعلا من الصفر، والحمد لله رب العالمين اليوم أنا في 2020 من مطعم داخل الصالة أو مقهى داخل الصالة صار عندي 3 مطاعم مختلفة. ما شاء الله، حلو. اللي أريد أقوله يعني بالمصطلح العام أو المصطلح المتداول أنه الصغير يكبر إذا أكيد كان في أكيد خطة وكان أكيد في طموح للوصول. حلو سالم. إحنا عمار أنت وغيرك من الزملاء اللي حاولنا نستضيفهم في برنامجنا، أول شيء نستعرض كقصص وإنكم أنتوا كيف بدأتوا، ما الحياة بسهولة للناس اللي تصورها أو التحديات من أول عقبة الواحد يواجهها يوقف أنا بنتقل إلى مشروع آخر، وأنت وصلت وبنأت هذه الفكرة وبنيت أيضا مشروعك الخاص كإنشاء الصالة. متى جاء اهتمامك بالتحديد بمجال اللياقة؟ والله اليوم نحن لما نتكلم عن البداية يعني دائما تكون البداية نوعا ما صعبة جدا. إيش اللي خلاك تفكر بهذا الجانب؟ وليش بالتحديد الصالة الرياضية؟ أنا بدأت في الصالات الرياضية بشكل عام، كنت في الثانوية عامة في 2007، كنت بادي فيها كلاعب هاوي، وفي 2009 شاركت أول بطولة، و10 و2011 شاركت كذا بطولة. ولكن دخولي في مجال العمل الحر لما كنت طالب في الكلية التقنية العليا كنت يعني حسيت أنه في عندي ميول للعمل الحر أكثر، فبدأت في بطاقات الهاتف اللي هي كانت ساعتها تباع بطاقات الهاتف. 2010 فتحنا مع الوالد مشروع اللي هو حصن خليج الشقق الفندقية. نعم. استمريت مع الوالد 5 سنوات، علمت منه صراحة كثير من الأساسيات واللي أوجه إدارة الفكر. المشاريع. نعم. في 2015 كنت في نقطة فاصلة مثل ما يقول، كنت متردد صراحة كيف أتكلم مع الوالد أنه أنا حاب أستقل وأنه عندي طاقة وأريد أتجه إلى ميولي أو مجالي اللي هو مجال الرياضة. جميل.
فاتخذت القرار وتكلمت معاه فعلا. كنت متردد كثير ساعتها، ولكن تفاجأت بردة فعله انه قال انا متوقع انه راح يجي هذا اليوم، وبالعكس في قرارك هي تتخذ في قرارك وانك تستقل. وحقيقة اعطاني تشجيع كبير، ومن اليوم الثاني تفاجأت انه اصلا هو كان يبحث لي عن مواقع مناسبة ما شاء الله للصالة الرياضية. الحمد لله بدأت في الصالة الرياضية، وكانت البداية جدا جدا يعني حقيقة صعبة. جدا صعبة يعني، سواء في التأسيس أو حتى في الإشراف. دخل دورات إلى لحد ما قدرت أنه أحصل على كرت التحكيم في عام 2018، هو كرت تحكيم دولي. نعم. ولكن قبل كرت التحكيم، نحن اليوم في الصالات الرياضية نواجه كثير من الناس اللي تنتظر منا رسالة نوجهها للمجتمع. ما كل الناس يمكن تتجه للبطولات، في ناس بالعكس يعني عندها مشاكل كثيرة صحية، معها مشاكل في الديسك، معها مشاكل صح في 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 السمنة خاصة للأطفال. قررنا شوي نتجه إلى مجال اللياقة البدنية، نتوسع يعني تتوسع الفكرة. عملنا أول برنامج صيفي للأطفال كان مخصص للأطفال. نعم. والحمد لله لاقى صدد كبير جدا جدا جدا. اليوم نحن لما نتكلم عن برنامج صيفي للأطفال، كان الهدف منه الحد من السمنة ومن استخدام التكنولوجيا خاصة في وقت الصيف. ممتاز. فالحمد لله رب العالمين حصلنا يعني تشجيع كبير من الأهالي، والظاهر إنه راح نكمل عليه في يعني راح يكون برنامج الأول والثاني وإلى ما شاء الله. ما شاء الله، الله يوفقكم يا رب العالمين. أرجع مرة ثانية عمار، كثير صالات عالمية مش محلية، تتكلم اليوم عن صالة لشاب عماني. أول في بالك من 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 إجابة، إيش اللي راح أقدمه من جديد في هذه الصالة إلى جانب قسم بناء الأجسام واللياقة، وبعدين فكرت بإدخال المقهى أو المطعم إيفرست، إيش اللي حبيت يميز صالتكم أنتو في بداية الأمر؟ طبعاً كانت الرؤية ورسالتك. طبعاً مثل ما ذكرت أنت إنه صالات كثير منتشرة حقيقة، ولكن ما كان في ساعتها إنه شباب كثير أو شباب عمانيين يعني افتتحوا صالات رياضية. الفكرة وما فيها إنه الصالة تحتوي على مقهى خاص بالوجبات الصحية، هذه الفكرة ميزتنا كثير ولاقت يعني إقبال كثير حقيقة. إنه صرنا نعتمد كثير على برامج التخصيص، ترى نحن قاسين نوضح اليوم رسالة ونقدم رسالة للناس، وغيرنا الحمد لله فكر عند الكثير من الناس إنه سواء أنت تريد تخسيس أو زيادة وزن، المسألة ما تتعلق بالحرمان. ناس كثيرة كانت مضرة من هذا الشيء، ناس كثيرة ما تأكل، ناس كثيرة تتبع حميات غذائية خاطئة. صح. والحمد لله اليوم صار في عندنا برامج نقدمها، صار في عندنا أخصائيين معانا في الصالة الرياضية. أتوقع إنه هذا الشيء أعطانا ميزة نوعا ما وأفضلية عن الصالات الأخرى. حلو. في مدربين؟ نعم. قائمين. من معك من المدربين جايبهم؟ أول ما بديت كان ما في مدرب. أول ما بديت كنت أنا المدرب، أنا الاستقبال، أنا اللي المحاسب، أنا اللي أدير كل شيء صراحة. واليوم لله الحمد صار عندي 3 مدربين، وفي عندي أخصائية نحن نشتغل مع بعض. حلو. اللي يشتكي دائما باستمرار أنا ما عندي وقت، وأريد قسم مثالي بس ما عندي وقت، أريد أحرم نفسي في البيت من الأكل وفي نفس الوقت أحافظ على بنية الجسم، وربما هذا ينضر، وانت ذكرت هذا الأمر، يعني حمية بدون حرمان، هذا اللي تقدموها في صالتكم. هي فعلا. احنا ايضا نبغى منك كلمة كيف توجهها للناس انهم ايضا يواصلوا وما يعتذروا مسألة اني انا ما عندي وقت، انا ما عندي وقت. نحن اليوم لما نتكلم عن الرياضة ما نتكلم عن بناء عضلات او نتكلم عن مظهر خارجي، نمط حياة، نتكلم عن صحة عامة. الوقت او الشغل ما راح ينتهي، ولكن احنا لازم نوجد ثغرة عشان نستثمر فيها صحتنا. دائما نخلي مفهوم الرياضة هو استثمار للصحة. دائما الشخص اللي يمارس رياضة بانتظام، ساعات يعني نومه يكون منتظم، أكله نفس الشيء، غذاءه يكون منتظم، حتى حضوره، دائما حضوره وثقته بنفسه تكون أقوى وأكثر. على العكس الشخص اللي مثلا يعني من السمنة تشوف نوعا ما في انطوائية. صح. حقيقة أنا في قصة دائما أحب أذكرها، زارني أحد الأطفال، أنا أقول لأنه عمره ما تجاوز 15 سنة، ولكن وزنه كان ما شاء الله حوالي 150 كيلوغرام. رسالة اللي أنا وجهها للأهل، وين الطفل لما كان وزنه 70 80 90 100؟ ليش انتظرت أنا لحد ما وصل إلى 150؟ كان وضعه جدا صعب لدرجة أنه الطفل ما يتكلم معنا، في انطوائية، في انعزال مستمر. هو طفل لكن أنت لما تشوفه طبيعة حجمه وطبيعة شكله وبنيته تعطيه يعني أكبر من عمره. اللي أريد أقوله أنه حتى الرياضة تكون سبب في إطالة العمر.
الله يطول بعمرك وعمرنا يا رب وعمر المشاهدين. في قصص معينة مثلا تحب أنك تحكي عنها في صالتكم؟ نفسية الناس تتغير بعد مشاركتهم واستمرار اللياقة البدنية ومحافظتهم على أيضا رشاقتهم ومظهرهم الخارجي. طبعا نحن صالة علاقتنا بالصالات الرياضية أو بالتمرين يعني ما صار على أساس أنه مكان عمل، بالعكس صارت في علاقة قوية جدا بيننا ومع العملاء عندكم. إيه نعم، لدرجة أنه نحن في هذه الفترة اللي يعني الصالات فيها مغلقة نحن نعاني كثير حقيقة، نعاني من فراغ، لأنه نحن نتكلم اليوم عن أشخاص تربطنا فيهم علاقات أو ساعات يمكن نشوفهم أكثر من تشوف أهلك في البيت. فعلا فعلا فعلا، من القصص الجميلة اللي أريد أنا أقولها أذكرها حقيقة، أنا كنت لاعب وكنت مع مدربين كان لهم فضل كبير علي حقيقة، ولكن اللاعب اتطور بعد ما صار مدرب، دخلت في دورات تغذية، امتلكت الجرأة وفتحت صالة كان فيها مطعم، اتجهت للتحكيم، قضيت كرت التحكيم. كل شخص حقيقة أتمنى في هذا المجال، أنا دائما أتكلم مع زملائي، لا تكونوا لاعبين طول الوقت، بالعكس خلوا تكونوا لاعبين لفترة معينة مثلا، صح، ولكن خلي عندك طموح أبعد من كذا أنك تريد توصل له، وراح توصل إن شاء الله. حلو جميل، الله يوفقك يا رب العالمين. بعد ما عملت هذا المطعم والقسم الخاص بالتمارين واللياقة البدنية، في سؤال مختصر أو في إجابة مختصرة حول إيش اللي راح يكون قادم في مجال الصالة معكم أو انتشاركم خارج محافظة مسقط؟ أنا دائما هنا أحب أتكلم في نقطة، أنه أنا فعلا بعد ما تأسست الصالة يمكن أنا دخلتها هواية أكثر من ما هو عمل، والحمد لله رب العالمين الصالة قامت وصار في فريق وصار يعني نوعا ما معروفة، خلنا نقول اليوم أنا استعد حقيقة لتأسيس مشروع أو دخول في تحدي جديد ما له علاقة في مجال الرياضة، ولكن الفكرة اللي جات فيه أنه هو يتعلق بالأطفال أكثر. حلو، لما إيش اللي أنا أريد أوصل له؟ لما أنت تكون شاب وفيك طاقة لا تفرغ طاقتك في مكان واحد، فعلا الصالة أنا أحبها ومجالي وعملي وإلى آخره، لكن أنا لازال عندي طاقة وفي أشياء كثيرة ممكن نحن نتوسع فيها حقيقة. الله يحفظك. فحاليا نحن ندرس مشروع جديد ما له علاقة بالرياضة، إن شاء الله راح يتم تأسيسه على نهاية 2020. الله يفتح عليكم أبواب الرزق، مساءك الخير عمار، يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عمار بن سالم الحسني مدرب لياقة وبناء أجسام وصاحب مطعم إيفيرست، وهذه اللياقة اللي تقدم بعض الوجبات الصحية أو هذا المقهى في هذه الصالة الخاصة بالتدريب وكمال الأجسام. قصة جميلة في فقرة أكيد نقدر، حاولنا نستعرض ونحفز الشباب في هذا المجال إنهم كذا يحافظوا على أجسامهم ولياقتهم وصحتهم إن شاء الله. إذا وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة، لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الأحبة، إذن هذه أبرز الموضوعات التي سوقناها لكم في حلقة اليوم من شبابنا والنعم، نأمل أن نكون وفقنا في اختيار هذه الموضوعات وفي هذا المحتوى، وفي كل حلقة ستكون هناك متابعة جديدة لكل أخبار وعلوم الشباب في مختلف المجالات. تحية من فريق وأسرة البرنامج في التصوير وفي الإضاءة وفي الصوت وفي الجانب الفني وفريق العمل ككل وفي المتابعة والتنسيق، وتحية من مخرج البرنامج محمد الحارثي. نلتقيكم الأسبوع القادم وفي أمان الله.